وفي الأزمات تقرير جديد للبنك الدولي يتحدث عن مخاطر مناخية يواجهها لبنان. التقرير يدعو للاستثمار في القطاعات الرئيسية كالطاقة والمياه ومعالجة النفايات الصلبة والنقل. لبنان بين أقل الدول العربية استعداداً لمواجهة التغير المناخي، ونحن رقم 2 بعد اليمن. فبلبنان من المتوقع يزيد معدل الحرارة نتيجة التغير المناخي بدرجتين بحلول 2040، يعني رح يواجه موجات جفاف أكثر، حرائق أكثر، و50% أقل توفر للمياه بفصلي الربيع والصيف، وحتى أيام وجود الثلج على المرتفعات رح بتقل بأكثر من 38 يوم، وهيدا رح ينعكس خسارات كبيرة بقطاعات أساسية خصوصاً الزراعة والسياحة، ومع زيادة الفقر والبطالة والتراجع بالنمو بعز الصعوبات الاقتصادية. فمثل ما ماشيين مش ماشي الحال. هالواقع عرضه تقرير البنك الدولي، وبيركز على 4 قطاعات أساسية لازم لبنان يستثمر فيها للتخفيف من الانبعاثات الملوثة وخفض تأثير تغير المناخ على الاقتصاد، وهن الطاقة، المياه، النفايات والنقل العام. واحد على الطاقة طبعاً، نحن عم نعمل ريكومنديشنز لانرجي ميكس او لتنويع طاقوي بين الغاز الطبيعي والطاقه البديله اللي هي موست اهم شيء الطاقه الشمسيه وكمان الهواء. ثاني قطاع اللي هو المي، على تحديث هذا القطاع وعلى الافشنسي، يعني ما يكون في عنا مي عم تروح على طرقات. النقل بدنا نبلش نفوت الباصات، اول شيء الباصات العاديين تنقدر نفوت قطاع نقل عام، وبروجريسيفلي وقت يصير عنا كهرباء نفول الالكتريفيكيشن وكهربائية النقل العام. قطاع النفايات الصلبه كتير مهم انه نعمل اعاده تاهيل للبنى التحتيه اللي عنا اياها اللي ما عم تشتغل. بحسب تقرير البنك الدولي بتحتاج هالقطاعات الاربعه لاستثمارات بقيمه 7.6 مليار دولار بين 2024 و 2030. فمن وين بده لبنان يامن هالتمويل؟ جزء كتير كبير منهم بده يجي من القطاع الخاص، والقطاع الخاص ما حيعمل استثمارات بلبنان اذا ما في قطاع مصرفي، اذا ما في اصلاحات لازمه، اذا ما في بيئه لهالقطاع الخاص. The impact of climate change are already being felt in Lebanon and they will only get worse if we don't take urgent actions. إذن الوقت مش لصالح لبنان، فهل رح ينجح بجذب هالاستثمارات يلي بتخفف من تداعيات التغير المناخي ويلي بتساهم بتحسين الاقتصاد وحياة المواطن؟